السلام عليكم. الفترة اللي فاتت ناس كتيرة علمتني على موضوع التقسيط، ويمكننا احنا بنطلع استولة. طبعا كان كل الناس بتتكلم على جهاز العروسة وان هما محتاجين يجهزوا العروسة بالتقسيط. زي ما احنا عارفين ان الفترة اللي فاتت كان فيها ارتفاع كبير في الاسعار، وفي ناس كتير ظروفها ما تساعدش انها تشتري كاش او انها تجيب جهاز عروسة كامل كاش. وللأسف احنا كمجدي طبعا ما عندناش تقسيط، فبالتالي لجأنا للشركة المصرية للتجارة هايتك. دي شركة متخصصة في الأجهزة الكهربائية والتقسيط، يعني هما بيبيعوا أجهزة كهربائية وعندهم تقسيط لكل حاجة. مثلا حضرتك لو حابة تجهزي بنتك جهاز كامل من كل حاجة، تقدري عن طريقهم ان انت تجهزي كل الأجهزة اللي انت حابة تجيبيها، سواء أجهزة كهربائية او أدوات منزلية ومطبخ. كل الكلام ده كله حضرتك بتتواصلي معاهم، هنسيب ارقام التليفونات بتاعتهم في اول كومنت. هما بدورهم طبعا بيقوموا بكل الاجراءات اللي المفروض بيعملوها، يعني انا معرفهاش بالظبط هي ايه، بس هما هيشرحوا لكم كل حاجه. تقدري حضرتك تيجي عند مجدي وتنقي كل اللي ناقصك او كل الجهاز او بعض منه، وهما بيبعتوا مندوب بياخد الفاتوره وبيدفع حسابها كاش، وحضرتك بتقسطي معاهم الفاتوره بعد ما تستلمي حاجتك. الشركة مقرها هنا في اسماعيلية في المرحلة 5 بجوار الملاعب المفتوحة. زي ما قلنا هنسيب ارقام تليفوناتهم في اول كومنت، تقدروا تواصلوا معاهم، هم يشرحوا لكم كل حاجة. ودي حاجة بتسهل على الناس اللي مش هتقدر انها تجهز كاش، يعني انها تقدر تقسط المبلغ يعني معاهم. المهم اسألوا عن ام شروق، هي هتقدر تديكم كل التفصيلات اللي حضرتكم عايزينها والاجابات على كل الاسئلة بتاعتكم.